بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المخيمات التي نرسل إليها فلذات أكبادنا في إطار ما يسمى بمشروع التخييم تاع وزارة الشبيبة والرياضة. التخييم في حد ذاته معناه واسمه أن يقتلع الطفل من عاداته التي ألفها في البيت من رخوة وتكاسل، هما يصبنوا له العائلة ويوكلوا ويطولوا الفراش باش يعتمد على نفسه. إذن التخييم واسمه هو أن تخرج من هذه الحالة التي تعتمد فيها على غيرك. باش تربط مشيت تما المخيم تفرش راسك تصبن راسك، يعني واحد النوع تاع التربيه اللي فيها شويه كيما خشوشين فان النعم لا تدوم. ياك ايوا صافي، انت راك كلشي عرفت، واش انت كسبك الناس الفاطمي الله يحفظك. ولذلك ان شاء الله وزير الشباب والرياضه اللي يجيك يقول لهم لن نسمح ابدا في المخيمات ان يتم ايقاظ الاطفال على الساعه الثالثه لصلاه الفجر. يعني واسمو يعني بانت لك انت المشكله يا غير ياك الصيف الفجر على الثلاثه، ياك الصيف الفجر على الثلاثه، وكاش ما ربيوش هذا المغاربه المسلمين ما ربيوش على 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 صلاه لك سيد النبي اللي ديالي وديالك وديال الامه كيقول لك مروهم لسبع وضربوهم عليها لعشر، وحنا راهم كيمشيو تما الاطفال اللي عنده 12 وبالغين هذا يتقال هذا يتقال من مسؤول مغربي ويزيد ويقول نحن لا نسمح لأطفالنا أن يظلوا تحت الشمس لتأدية صلاة الجمعة. انت بنت لك المشكلة الصلاة الفجر والجمعة الفجر والجمعة، يعني هذا الشر زعما في الحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ربيناش واسم ربي ولادنا في المخيمات. قال لك ولذلك إن شاء الله غادي نديروا واحد البرنامج موحد ومن يخرج عليه فلن ينال دعمنا ودعم الوزارة مطلقا، يسير عليه الجميع. واسمو هذا المشروع واسمو ديالنا ديالنا المشروع واسمو بغيتو ديروا لنا ولادنا في المخيمات. ما نهدرش وصافي. ولذلك غادي نقول له ان شاء الله لهالوزير ان شاء الله تعالى تاع الحكومه نقول له شوف الله يجازيك بخير، نحن مسلمون والتخييم هو فرصه للاطفال لكي يتربوا التربيه الصالحه لكي يكونوا مواطنين صالحين. كيف تتصور في بلاد المسلمين مواطنا نربيه على الاستهتار بالصلاة؟ كيف يمكن لإنسان قاطع الصلة بالله أن يكون صالحا؟ احنا رسالتنا في الإسلام، أنا أحسب لي غادي تقول إن شاء الله تعالى منين الصيف كتكون الفجر على الثلاثة نرخفوا شوية على الوليدات ينعسوا بكري صلوا العشاء وينعسوا بكري ياك، وينوضوا إن شاء الله تعالى كاع سيدي الشمس الشرق مجيت الخمسة ينوضوا على الربعة ونص باش يتوضاو ويصلوا قبل طلوع الشمس. هو داير لهم في البرنامج ينوض السابعة ونص، السابعة ونص في الصيف راه يكون الناس اللي يسرحوا ردوا الشياه باش يضحيوا. أنا كنت في البادية في الصيف منين كنت نسرح راني مع السبعة ونص راه تكون نص النهار راني نرد البقرة للدار، رتعت البقرة والمعيز والشياه. اسمع الغريبه، المغرب نتاع اللي الدين ديالو هو الاسلام والدستور الصالح وعباد الله الصلاه يتكلموا فيها بدل ما يقول خصنا نربيهم على الصلاه وعلى الامانه وعلى ان يعتمدوا على انفسهم وعلى وندير لهم برنامج مكثف ليحقق هذه المقاصد. مع الترفيه طبعا، مع الترفيه الترفيه ساعه ساعه المسرح والسينما والرياضة تنويع الفقرات، ولكن هذا الشيء يكون على حساب الصلاة. نطارك في كل دوار فيه جامع، في كل دوار فيه الله أكبر، ما عندكش تخبر.